بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة أجمعين. أما بعد، فيقول الله في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل ليال أولا مهدر ما انتهد وحانو عللها يا إلهي سبحانه وتعالى مساجدك إلهي سبحانه وتعالى أسكوكا يا كيني قري قريه سكمدة إله سنعمد سنقوك الله يستيع ومقوم مهد علينا وأيوه وافتنت إلهي يا إسكالة أود يا كرسينتنا إلهي باله إن إلهي سبحانه وتعالى ضاعدي سو هو فتيو ومساجدي سو هو سو كوكاننا وعيكم انت إلهي نعموينك وبحيوك هو وين أيضو أيسا نعموينك إلهي أيسا كورنين أدنا إلى سوق الشد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلهي مساجدي سوحا عمرة كو إلهي رميسا بيا مالين تآخرة إن عمار بيوت الله هم أهل الله كو إلهي سبحانه وتعالى قريه سعمرة وحويه كو إلهي سبحانه وتعالى ددكي سفيعا شرفت له أي وحي عمران وشعل قريه إلهي مساجد إلهي إلهي عمران وكسوة ترشدة مركة النبي عليه الصلاة والسلام حديث وتوكيره: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عدد منك أركتين إنه مساجد كعادة دكتور مساجد أبدي هي وهذا هو مرغاتي كعدين منك إيمان يوراق يقيم يشرف هذا ولا ليال إن شاء الله تعالى وحن قادة دورنا محاضرة كسابسا حفظ اللسان معنى قفك مؤمن كاهين وعرب كيس حفظيه وعرب كيس وحيابها حمانتا وكيلا ليو آفات اللسان وحيابها اللي يراهدو وطرد بضن إنو قفك إسكيلا ليو تاس أيان ربنا إنا إن شاء الله تعالى وحي إلهي نغا كرسيو عن كدهنو عربكو تدوضا حبنود وقفك الله ربسي خاصة إن الله إلا أوو إلا ليو وإسكتشرا نباتوين كوضي مهالك تودا أيوه وكيا هاي مدك كوباد وكيا وقونا هلاك بدن وحيكا عبرين دادكي أهل العلمي قاها إن أولا مدية هاي مسكو قنين هاي وكلاها دي آذان اسكا قبن عرب احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان وير عربكا حفظه وعربكا مسوية أكتبك كو ذاتيد وغادو ذاتيد ويه يوسنكو قنين إنه ثعبان مسوية بير وحي ديه ترين سلف صالح وكلمات كودي ونكسنا كمدها من علم أن كلامه من عمله قل كلامه فيما لا إلا فيما يعنيه وحي راهدين قفك أغادة هذا الكيس إنو كمديها عن عمل كيس قفك كور قبا هذا الكيس وحي أن وحتري واقو يران لهايين قفك وادو سيداس وكلاوس وآشو وحانا دوني آخرة وحترين وحو مغلا أسنا وحانا مفعين يوهلا وفايدة ووهلا وصوبح داين نقطة من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يعنيه وفك ويديه وضدك أخبار صدا وما انتو نكو مشغول سن وحانا دوني آخرة وحبك ترين أساقنا مشغول كي سيه هوشي سيه وحاو مغلايا وحي نقر هيان وحان إلهي أكتي سقيمه إيا قدرين منا أن كل هين إيان إلهي أكتي سأم وحكترين أيو نقر هيا سقنا وحا ومغلو هدول ليال عرب كأو أي كت المامين الحياة اللسان حية مسكنها الفم وعلى إلى هذا عرب كو أبيسو أبيسو ذا سنقود كأي كتيرتو أي كسو دوشا وحا ويا ليري معنى وحا ويا أفكا ويا ليري هدي أسيد دي سيد مركا
وخطر إنه دباتو وين أي كاسو قرطا يا صورت جلا دي العرب كي إسكدا أفتيد وعرب كي إسكسي دي سيد وهلاقي خطر بدن بكاسو قاري كرتا وعن كلو يرهدان اللسان عرب كو وحاو يا أسد فإن أطلقته فتكك هدي عرب كو وحاو يا اللباح وكلا هدي أد إسكسي دي سيد وارسانا يا وأنا أكدلها يا دب أيونك وكوكي سنة يا marka waxa la rabaa maxsinkiisa iyo godkiisa uu ku jiro in qofku halka ku hayo oo ku xifdiyo ayaa la rabaa ilaahay quraankiisa markuu ka hadlayo wuxuu yiri walaa yaqtab baadukum baada qofkiin yuusan qof kale xamanin oo qof kale walaalkiisa yuusan wax ka sheegin oo qofka walaalkiisa cuyuubtiisa yeesan u muuqanin ayu xibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi mayta qofkiin ma wuxuu jecel yahay walaalkiisa kale hilibkiisa inuu cuno oo waliba asagoo dhintay oo naftu ka dhacday lagu qasbo inuu walaalkii hilibkiisa uu cuno waliba way dhici doontaa haddii qofku uu yahay qof dadka xaman jiray ama dadka ceebihiisa ku mashquulsanaan jiray hadhowta waxaa imaanaysa in la yidhaahdo haye adna waa kana walaalkii hilibkiisa aad cuni jirtay bal hadda waa kana maanta qiyaamo asagoo naar oo cadaab ah kaalay oo cun oo dhammay baa la leeyahay sanadkan xilliga kan oo aanu joogno zamankan aakhiru zamanka waxa caado iyo dhaqan noqotay qofku inuu dadka wax ka sheego laakiin aysan wax culaysa ku haynin waxa caado noqotay qofba qofka kale inuu yaso walaalkiis inuu yaso ayaa noqotay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku yiri laysal mu'minu bit-ta'ani walal-la'aan walal-faaxish walal-mutafaaxish buu yiri qofka mu'minka ahi maba noqon karo qof dadka dura muuminkum ma noqdo qof muuminka kala lacayna muuminkum ma noqdo qof fuxshiga iyo balaayada afkiisa ay ka soo horayso muuminkum ma aha qof xumaanta isku kalifa oo raaraadiya intaasoo dhan ma uu noqdo yiri nabigu sallallahu wasallam calayhi laakiin maanta waxaaba dhaqan noqotay oo dadkeenni caado u noqotay inuu qofba qof wacla wax ka sheego oo qofba qofka kale ceebtiisa uu ku mashquulo waxaa la rabaa qofku inuu arko cuyuuba nafsihii haddaad qof walaalkaay aad ceeb ku aragtid inaad dareemi kartaan la arkaa ceebtaas mid ka weyn adiga inay kugu sugan tahay oo ka sii fool xun waadan u jeedin maahana mid adiga ka daran middaas ayaa kugu sugan waxaa la doonayaa marka qofka muuminka ahi meeshuu walaalaha kale ceebtooda ka arki lahaa in uu tiisa ku mashquulo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha baarbaarin baa la yidhi wixii aan wax cilmiya aysa kugu sugnayn oo aadan ka warqabin إن السمع والبصر والفؤاد مقلك يا أرقى يا وحى أردن ولكل كل أولئك كان عنه مسؤولا كل ذلك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت أردن ولا يسوي دينيا ودكتي وحى لي وحنا كل شيء ستم بنانايا موسيقيين كي موسيقيين كي وحيا وحى لدي ستم بنايهين عرب كوحد وحد شم بنانايا maxaaraan bay ahaayeen mise karaahiye ay ahaayeen indhahaagii waxa aad ku fiirisay ma wax bannaan baa mise waa waxaan bannaanayn qalbigaaga waxa aad ku qabatay ma wax fiican baa mise waa waxaan fiicnayn oo xun intaasoo dhan waxaa la rabaa inaad adiguna ku xisaabtantid inay berri imaan doonto in lagu weydiin doono lima qulta kalimata kadaa kalima heblo maxaad u dhahday maxaase uga hadashay maxaase uga jeeday wuxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abu hurayra uu warinahayey oo muslim iyo bukhaari labaduba saxiixooda ay ku soo saareen ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan oo ilaahay iyo rasuulkiisa si dhaba u aaminsan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso waxaa xadiis kale ahaa man samata najaa qofkii aamusaa waa uu badbaaday oo qofkaas ilaahay agtiisa badbaado iyo wanaag ayaa ilaahay ka siinaya markii hadalkaas xadiiska nabiga la eego oo ah man kaana yu'minu billaahi falyaqul khayran aw liyasmut ama qofku khayr ku hadlo ama ha aamuso halkaas waxaa ka muuqata hadalkaba inaan la ogolayn ilaa inuu khayr yahay maahane idan hadalkaani inuu khayr yahay in kale waxaad ku ogaan kartaa hadalku intuusan kaa soo bixin ayaa miisaan saaraysaa maxaa faa'iidaha adduun iyo aakhira kuugu jira adduun iyo aakhira wax faa'iida ay hadday kaaga soo baxdo waad ku hadlaysaa waa ma adduunyo aad ku helaysid si xalaala ama aad aakhira aad ku helaysid waad ku hadlin
هدي أي سنة الدنيا آخرة مدن الدنيا كوجو ترين وادس كدين إسا ويران ملا يعني بنقر هيا هدي أدوكتاي إنه شري هنا هدوينا دس كدافتا كأدل كو إنت أسمح ما دافكره إن الدن آخرة يدن الدنيا مدكوت كوجو ترتو إن الكوجو ترت الدن آخرة كوجو ترت كليا الدنيا آخرة مدن إني سكوجو ترين إيو إن هذا الكار شر ينبات ما كوجو سوغن تهاي وح كلا أو كتر هيا أن لأرك إنت أسوي قال رامرك ميزان كان تسرتي هذه هذا الكؤوس خير أهين أما خير كيسير شرتي سلأك تاعي أما خير كيسير شرتي شرط بدن تاعي إنت بينات كأمسد قال رام سببته واحد كوجو كلف فيسا إن أذبعتم بدن كوين أتي جسد بكوجو قصب فيسا حديث كلا يا أبو سعيد اللي راه أبو موسى على شعري أي وحول نبي السؤال صلى الله وسلم عليه يا رسول الله أي المسلمين أفضل بويه مسلمين تقفك وغفي عن وغفى لبضن بيه مركز النبي وحكو صلى الله وسلم عليه من سلم المسلمون من لسانه ويده مؤمنين توحى وغفي عن متك مؤمنين تكلا اي كنبت قلان عرب كيسا يقعان تيسا عرب كيسا كمان بهايو قعان تيسا نقولان دقاء الله بمهايو عرب كينا وحكو وحوشيه مهايو واسكولات دير مهايو وكو حقير مهايو وكو يسي مهايو ما أنت يوحى معقول أقف الدليل ويدي أقف ولا الكيسة واللي يراه هذا هبل إيجا ورم ماشي وكور رم لها ولا الكيس وناجس الشيء لها وقرن لها ويران هدوس وحبك أقول قرن لها ما أقانه وح معقول وح معنا أوليها إنه سكوك كلفه وبل وحن معنا أورادي يقف كاس وحسن وح كين هيا حاسدني ماذا إيا قلبك بغض إيا ضدك ضغين هذا إيا وح قلبك يكب وحيي حسد نمدنا آدي آد بيوحن تهي الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يري حسد كوحو أعنا حسنات كسيدة دبكو أي نارتو سيدة أي أعنا ما يسوء كلا قريها سيدة سيلا مدى أعنا ما ينيا مركابة وحا معقولة قفك غفولة الكيسة اللي ويديي مركاسو سن أوسن أغيران أوسن أرنكرين ورقفك ما أقانوه أما إنتاسان كأقانوه أما علّد أسان كوجا هي واحد كلام الله هذه هذا لا ترشد مشاوره لا سمعيه ما كوجا بسنا هيو لكن عيوب بدن أو صلاحين أو قار أسوي سكمة الأول هي أو قار سكمة لين هيو أي واحد معقول إنه دش أسارة غفكي كلام مو من كهاي ولا الكيسة لمن أو جل أهنت أس نبي نوح عليه الصلاة والسلام أن أصحاب كه الله هي عرب كيو سيد الله ربنا إنه قد دالو يدبات هذا وكين كرو iyafa idada laga helayo qofku haduu arabkiisa ka dadaalo ayu nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wa salaam man yadmanu lima bayna lahiyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu aljanna qofkii damaanad qaada inuu xifdinahayo labadiisa lafgar waxa u dhaxeeyo oo arabka ah wa ma bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa u dhaxeeyo oo ah deecawradi iyo farjigi ah admanu lahu aljanna tabiir nabigu alayhi salatu wa salaam أنا أقول أشنا أيام بلن قادة هيا. إسلا حديث كاس حديث كلا وكم معناه أيوه كير من وقاه الله شر ما بين اللحييه وما بين الرجليه دخل الجنة. ضفك إلهي وكيل علي اللبدي سلقاد إيا اللبدي سلفجر وحود حياة دخل الجنة جنة أيوه ضفك سجلابي النبي عليه الصلاة والسلام. ما أنت وادوكت هينو ما أنت أن ضفك واحد ليا وحوك هذا لهينا. الدنيا آخرة وحفا إذا كسو قلي سيئني سكو ترم بيو بضانتا أفر إيا لما تنك ساعة دي الله قيمة يو إنت قفك وحونا أكسن كو هادلي إيا إنت غوصو وحانا الدنيا آخرة وحترينو كو هادلي وحي أوب بضانتا هاي إلي آد أوب بضانتا هاي إنت وحانا الدنيا آخرة منا وحترينو كو هادلي هب الباساس يريئيو هب الباسان كتعايو سيدا سال لو ملايين هايائيو سانا النقطيئيو وحاسا مانتو نفر لكدر هذي فدكودر الكواح أنكوها إن ومدد كمؤمنين تاعين وحلاق الشيبة وعيوب تود الله بارو وقبل قبل إسكو عايو ووحن إلهي بنين ودن مانتو دن لقاها دلو وحاسوية وحال الربا ولا ليال غفكو إنو نغضو غف خير أما كوها الله أما غف إسكا عموسا هدي كلا غفكو نباتا أيو لكو المدونة نبي قلن عليه الصلاة والسلام اهتمام كاس خاص كاما أوصصية لبدا سحبنوت oo ah farjigi iyo noqonahay iyo arabkii noqonahay hadii salabadoodu ay saahayn labada qofka ugu dhibaatada badan ay sanahayn waxa weeye marka walaalayaal
حديث كي كلا آيات قرانا يسين ونبي يقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قفك إسلام بما وناقي سواحا كمدا كتجد قفك وكتب وحان الدنيا آخرة وحبا كترين وأمام مصلحة الدنيا إلى كترين أمام مصلحة آخرة إسا كترين مركزي أهل العلم وحي الأهدان وحي سوقوريا صحفتي نبي الله إبراهيم أي وحا كولي ترتالي من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه قفكي وحل إلى هذا الكيس عمل كيس إنه قال هي كلمة والباء كسر بعلا إن مل وجقر هي قفكي كور قبا أصيدا ولا صعدا هذا الكيس وح واحتر هي وح أنا هين ويكون يرى الله هاي أيقوم على يعني جس أهل العلم وكه الله هيو أي وح يرى هذا قفكا وحل ويدين هي شن عقبضات أما شن وقفات بلو استعتين هي هل كلمة أو ما لا يعني جاه كسر بعضي كو وح السؤال هي لما قلت كلمة كذا كلمة ذهب لا يلي إلى هذا محاط ولا هذا وحي أغبى أنت جواب غفك وهل نفعتك لو قلتها مركي آتري أو أتكو هذا الشيء كلمة أس أتكو هذا الشيء أو ما لا يعني هو ما كترتي مركي أتكو هذا الشيء مركز هذا روح السؤال هي هل لا سكت سكت عنها محاط أغاء مسوي ذي أو مركز السلام إن بتقولي يا خير أدهش إذا محاط أغاء مسوي ذي كلمة أس وهل ضرتك لو لم تقلها هذا كهد للموحبة يكون بلا هاي الكلمة داس ووحي ما لا يعني قاها ودوني آخرا وحبا كتر وحي الدم بمحض ياها يوا قال وحبا أما يهدي آذن كهد للهاي وحا يكون بلا هاي الكلمة داس مجرد ونباتم ياكا كو إيمان لهاي وحا كلو لسؤالها هي ومد أغدن بيساعيتها هل لا جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغنمت ثوابها بوسكا كلمه ما لا يعني اوغ هادشاي ما حد هلكا اوغ بدل ويداي او اد اوغ هادلي ويداي او اد اوغ فايديسن ويداي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هلكا سبحان اوغ شن ويداي با لليه شنتاس كليه جواب ما انو هلي كرنا واخ كاستادان سمينو شنتاس سؤالود كليه عيد جواب هلي كرتا لما اركو وايو قفكو هادلكا و اسكا شيغهايا لكن فائدة الدنيا آخرة وجرت أما وح أقص وبح هيبة أنت الله صعتها ويسكير تهيبة وح كل اللي يرى هذا قفك أي مشغول كي سؤال نقطة وح وحبترين أسجل إلهي سبحانه وتعالى قلبي سأيو خير ككسارة وح ويا مرك ولا ليال حديث كي نبي إنه عليه الصلاة والسلام أويري أي هذا الكاس كسي عضين هي آها لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وحير النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثر الكلام بغير ذكر الله هذا الكهكوب ظننا إلهي حسكي سواحا كأهين إلهي حسكي سا هذا الكهكوب ذي واسقى بتصدى كلامك إلهي حسكي سا بتصدى فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب هذا القول بضيء إلهي حسكي سوحانا هين قلبك أياكو قلالا قلبك أو قلالنا وامدك إلهي وقفك سبحانه وتعالى انت قلبيال أيدتك ليهين مدك ربي سبحانه وتعالى وقفك أنت بضن ووقف درد بضن وقلبك قلالي ومركز أي سمو عددو قلين وسخيرك قلين وعيوبت الناس ضدك انت بلاي ألا أموتي مركز واحد قلبي سين تاي قاده قلبي أم ذو بادي مت كسوية مت كإلهي أكتي سوف مرك كثرة الكلام ك وإلهي حسكي سوحنا هين وقفك كوب ضيو أما ما لا يعني ها هات مذنوب عادي بهر نقطه وحكت لنا يصير شو موين أو يبلايا يا قفك وقعد لنا يس وحوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ونبي جن لجوري عليه الصلاة والسلام ومسلم يبخاري لبضو بايسون سارين أيوه وغهض لي عربك ينباتوين كوليه هاي يصدح ابنها أن انت كلا أي عربك كلي أغوقف عليهين وانت كلاورنا نسقى أي أدبتشوك ويهين وحجر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا بير وحي ليهن بوير واغو مركو بريو أيا حبنه ونوحي ويمانها يعني عربك
عرب كمرك يحبنه هذا أي مادان أو سواق استعجل أي وحي إليه عربوا اتق الله فينا وعربوا إله إنه ربك إله إنه ربك أديك أيان أنك هذا نلاك حساب هيا أديك درات دابا نلاك عقابة أديك درات دابا نلاك حسابين هيا أديك درات دابا نلاك حسابا فإن استقمت استقمنا هذا توسيد وان توسنارنا وإن عوججت عوججنا هذا قلوا عتنا وان قلوا علينا عربكم مرك واحد ويا وامد كذن أسيد كوا وحبنه هذن هو جامين هيا أفوين كيا أفاد كيسا وقدرن وحكم إذا قفكو إنه بين وشيعة هي ما نتردن وده قفكو وسن معركة بين تو سكح شوني إنه مسلمين تو كحمان أيو إنه نميمة يسكدر در وكل سماين أيو وأه نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد ذات كهذا الكائن لوك على فرو أيده وشيت كي يدن تلجلي يهنا أيتها إلا يسكف سادي الله يسكدره نميمة دي أهيد عرب كأيا كوكيني بين إن شيكتت عرب كأيا كوكين هيا waxa weeye beentu sideedaba qofka waxa weeye dhibaato weyn bay u geysanaysaayo qalbigiisa ayaa ku madoobaanaya waxa weeye ala lacnatullahi alal kaadibiin lacnad ilaahay ayuu u diyaar garoobayaa markii qofka u been sheego maanta waad ogtihiino hal beenaba qofku sheegaya hal mar adduunko dhan bay hal mar kala gaari kartaa markaas uu nabigeenu naxariisu salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay xadiis dheer oo nabigu dad badan uu ku tiriyay ayuu wuxuu yiri waxaan arkay buu yiri oo allay tusay buu yiri dad oo halkaan inta maqas looga bilaabo ilaa dhinaca kale la geeynaayo markay isku raysato tan intay sii raysanayso daanka kale la dilaacinayo haddana markuu raysto oo daankaasi uu buskado ayaa waxa la sameynayaa buu yiri sidii ayaa kan loogu celinaya kana markuu raysto ayaa sidii oo kale loo dilaacinaya maxay yihiin baan yiri buu yiri dadkaani nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam saan kuwa loo cadaabahayo oo loo ciqaabahayo maxay yihiin markaas waxa la yiri buu yiri waa nin hal beena sheegay halkaas beenana aafaaqda oo dhan adduunka ay kala gaartay oo beentaas dad badan ay qaateen waad ogtihiin maanta waxa la haystaa wax la yiraa Facebook iyo balaayooyin kale la haystaa hal kelimo oo beenuhu qofku ku qoraya halka kelimo beenta uu ku qoraya hal mar baa intaas oo milyan fiirsanaysa halka milyan oo fiirsatay malaayiinta fiirsatay kulligood dambigooda asaga ayaa loo qoraya وحونا كدقة يا النبي عليه الصلاة والسلام منك أسؤول شيء جاي هل كذبة شيء جاي مركزها في يسر سرو وحلا دلعينها يا لبيد سشدقي أيام يبقى مرلا دلعينها يا ويرين النبي عليه الصلاة والسلام وحلا ربا واحد داد قري سيد حتى إنا واحد داد قري سو واحد إلهي أكتي سبرق يا مو إنا دوح في عن ليهين إنا تركت دا يا الله ربا إنا النقدان لكن ما أنتو نبين إنا مؤمنين تأسوا قد بينس واحد ترين إنا أسوا قري سيد إسكدر إنا أسوا قري سيد haddartan waagi hore abiyaalada waagi hore way koobnayd oo nimba intuu qabiilkiisa u yimaado ayuu oran jiray war soo baxa maanta waa nala ka wadaay laakiin hadda balaayadu way ka weynaatay kuwa oo arabkoodu uu ka daran yahay xabadaha ayaa waxay u fadhiyaan ummado dhan meel ay wax ka gaarsiin karaan halkaas ay dadku dhan ku fasaadin hayaan marka wama min katibin illa sayyibla wayabqa dahru ma katabat yadahu qof wax qoray ma jiro wax qoraya إلا قفكاس وحل يروى باليو بدون والباليين هيا ويبقى الدهر ما كتبت يداه وحان الزمن كباقي يرى هيا وحي لبدي سقع نضاي قرين مرك فلا تكتب غير شيء وحقر شيء وحان كاهين ما لنت قيامة أركتدي سأي كفرح قلين يسو وحان اسكي قرى هيا سوصل ميديه من مؤمنين وحان ربقو قرى هيا وحان ربان كشيغ هيا عرب كاقيو سيف كدرنبا مؤمنين تكوها لا تيريسا waxa soo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala uma u ogala nabigeena kaleeyhi salaatu wa salaam ayaa waxa u yimid saxaabiga looran jiray sufyaan ibn abdullah athqafi looran jiray markaas wuxuu yiri ya rasuulallah hadithni bi amrin a'tasimu bihi rasuulki ilaahay waxa uu sheegtaa buu yiri arin aan qabsado oo aanan ka fugin oo aan ku dhowrsado markaas yiri nabigu kaleeyhi salaatu wa salaam waxa tiraahdaa qul rabbi allah thumma istaqim وحاط رهضاب يري إلهي سبحانه وتعالى كلي أيا إلهيا ثم استقم على فعل المأمورات واجتناب المنهيات مركك بعدنا واحد كنت وصناتا مأمورات كيو التي ما ديد إيا منهيات كيو آد كهر ديد بل أرنتا كنت وصنو بيري نبي عليه الصلاة والسلام مركز السؤال كلا نبي ويدي يا صحابي يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي بيري
وحا آد إيغا بقي سيد وحا أغدرا محيه الرسول كإلهي سيدا سيو سؤالي مركز سوحي النبي عليه الصلاة والسلام هذا فأشار معنى لسانه النبي عرب كيسو انت إشاري أيو يري كان أيان كاغا بقى هيابي كان أيان نباتضا أغبضا كوغي صدونا وإنا متكان اسكا إلى السابير النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حديث كيسير دارا والنبي وكوري أيا سكن جرانا يسا مركز وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحي لي ألا أدلك بملاك ذلك كله ورمعاذ ومكت سياب يروح الله لوح انكوس والشيغي متك ملكين هيا مكوس شيغا مركز وحي نعم يا رسول الله فأخذ باللسانه مركز النبي عرب كي سقبت أسوى وحك لو شيغي مركز وحي يا رسول الله وإنا لم آخذون بما نتكلم رسولك إلهي يوم وحن نلاق قبنا هيا بير وحن أنكو هذا الله إنه مياه النلاق قبنا هيا أو نلاق عقابه هيا وحن وراه أسكت الله إنه مركز وحي النبي عليه الصلاة والسلام ثكلت كأمك وهل يكب الناس على أفواههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم بير النبي عليه الصلاة والسلام وحي يري معاذو ورهو يدا هكو ويده هبار نماهن لكن عربتا ايا عادده يدو وحي تاي ثكلت كأمو كأيو ويحا كأيو وحيابها سوحوه واردقن كهذا اللدو ضعيه كمتا اي هبار نبقو السحابي اس هبارها يماهن هو يدا هكو ويده وحو يردد كورنم با نارتا افقن بوحا اغطو ربو ير عرب سيدو كالسنسن وحا نارتا نمبا اغطو رايا وابعرب كودو ير نبقو عليه الصلاة والسلام حال الدولة يا مركة والليال عرب كان إن أنه إلى لنا للدون هيا ووحان أفر يلا باتنك ساعة الدنيا آخرة أن ننفعين وكو مشغول صنها يعني اسكا إلى لنا وصيدا سوى كلام مؤمنين تنحدي وضع عرب الله اسكو لدير هيو ونمي مضى إيا اسكو در الدركة إيا بلايدة إيا ضدك إنتا اللي اسكو إفساديو إنتا سي اسكو الله ينا اسو هلا اسكا إلى لنا بانتو صيدا أي أفاطي وأيوها الأكسنت هاي همين دويد أي واحد عضي أي مضى حرم كإمام كمدة هو ماهر ليرادو باسقو معناها صلاه بخينها يا مالن جمعه هي مالن جمعه لا سو داف اسقو صلاه دي بخينها يا با هوغا وها قبتي معناها ودن حنون يا وحيالها سا قبتي ماركا سو هوغا او يرا حنون سد امامكي امامكي دونكو كو دحايو وا ادو ميشي وا قريدي وا سي ودي واي امامكا كلو سديس ليرادا ميشي كو وريغي ماركا ماركاساي هل مر وحاي قولين قريي وح قري جيرين imaamkii hebel ha waa dhintay waa dhintay waa dhintay waa boqolal iyo malaayiin muslimiina ayaa sidaas u qaateen oo run moodeen ila markii dambe ay dawladda saxiidigu cadeyso oo tiraahdo ninkaas ma uusan nimana yiraahda waxa marka la qorayo halka kalimo oo kale ayaa la qoraya markaas intaas oo boqol la isku goynay wax laala waxna soo gaaraya oo maanta dhan la isweydiinaya waa beentaas qof walba meel uu ka akhrinayo qof walba بنتي يا كذبجي يا إسكندر درتي يا ففشجي يا حمانتي أيا شيب كيس كتيرة تلفن كاسه وصا دعسا مركز سوحة وقاضنا هي قفل برهم وقاضنا هي مركز سوقف كي ولا الكيس ولا تشوف وح معقولة إنه صدا كوه ما يجي أو صدا وكل بسلا وقف عن وحد بينه وحد ما يوقعت لبعت دعسا ما أنت حلي جان شرته وحنا للدور يا قفكو إنه قفكو إيش حسابيو وو جادو كلمة كستو أو شيءه inay tahay mid isaga la weydiin doono oo la su'aalahayo wuxuu yiri nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hadallada aan fududaysanayna markuu nabigu ka hadlahay ayuu wuxuu yiri in rajul la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu laha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib yiri nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam waxa dhici karta uu yiri ninku inuu ku hadlo kalimad kalimadaas qofku uu ka hadlahayna ma yatabayyanu كلمة أسماء يتبين فيها وما يتبين لها معناها كلمة ما كفكرين إسكما فيرين هذا الأوسى إسكفيرين أيو إسكسوردي هذا الكاس أوسى إسكفيرين أو كلمة كريهة أوسوردي يزل بها إلى النار نار تيجو كسد بنا يا قف كاس وحنا أقصد بنا هيا أبعد مما بين المشرق والمغرب ملك كلفك قرح رعي قرح كصباح أنت إسكتيران دول كوين أو نار تا ayu qofka sadar ku leeyay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wa hal kalimad ah oo uu suqofku iska fiirin wal hal kalimada oo ka fiir salaam oo soo baxday waxa macquul ah inaad kalimad kaliya tiraa ligeedo aad ku hadashay
هذيل السوق هذا أو بدل لغود حتور لها بدلن وسق يقرن أي كذا كذا جلهاي أو واحد عاد النبي عليه الصلاة والسلام ما لين بوا واحد أتى من عائشة بنت أبي بكر مركز يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا بيتر قبرنا حاس كذا كلاه صفية بنت حيي اللي يراهلو واحد كعفلا كذا وكذا ساسية ساسية تاعي رواية كلا واحد كسرني معنى مركي محدثين تفسرها مروين كقارئ كتب عقوسنا حسبك من صفية أنها قصيرة أما مركان حد يربى إله ذا حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة صفية ويجابن تعينت بالمنطق ويجابن تقف اللي بقى يسمى نوتشة هبل هو جابن تعي وادير تعي والكتشابن تعي وحلا روح الربادات كده سكنا يا سماهن قف كمؤمن كائن وكل بصدع يا صورة جلا وواحد أتكش شيء يصير وكل بصدع مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته عائشة واحد كو هذا شيء بيري كلمة بيها بضع هذيل وود حضر لها بيها بضع دن وسق كذي الحين وعلى يقرم كذي الحين كلمة ده سقرم كذا يفعل حمد هذا يلي دنان تذا ما هذا ما لين سامر كمال عليه حد أقف كان ولا الكايا أت قبيل هانو عيدي حد أقف كان ولا الكايا أت حقرتي حد أقف كان ولا الكايا أموغال كسر كشيت ilmihiis ama ka sheegtid dadku ilmayowga laftooda ilmahooda dadka wax laga sheego qofka waalidka ahi ilmihiisa hadaad wax ka sheegtid qofka waalidka moogtahay Soomaalidu waxay ku maamada hooyadu waxa la curadkooda ay uma qortaali qofka waalidka ahi ilmihiisa hadaad wax ka sheegtid waa durud iyo dacni meesha ugu darnayd baad u geysan asaga laftiisa ina wax ka sheegto ka jacayl si kasto ilmihiisu ugu liito waxba ka dacnin wuu la fiican yahay asaga waalidka wuu la fiican yahay wuu la qumay معلمك القرآن كهذا تاعي والدك علمه سوى حبها كشيجنا وواحية هي وابليدي وفلحية منها دهنية وقادر هي صارية منها كده أدب وفي عي هي هواب ومارك تفهم دي ساير دلالك الله بدر سائل اللي يراه معنا هل كمر والدك اللي يراه ذا المها جساسيين أنت كجو هذا مسوي قليش علية سائل المها جساس لولي نين كفي عم بلا ماركة قف كفي عم بوعد الله لا جساس وقولي مركب ولا ليال وحل الدونة هي وحيا بها أن الصمير إنه وأن أهي الصنع إنه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهذا أمهي ستين بوير إلهي سبحانه وتعالى إنه وح إسكف ضد وإسكسه لنتهي لكن وهو عند الله عظيم إلهي أكتي سوى كوي هي وحاعد كهذا شان أصحاب الإفكي أي إلهي كهذا هي لكن ضد بضن أو ضد كأن كمذا أيات سيدة سوك على الصمير هي مركب ولا ليال نبي جن عليه الصلاة والسلام aya wuxuu ka hadlay dad uu si arkay faa'idada iyo dhalka laga helo dhalka foolxun waad yaad u liita oo laga helayo wax la iska sheegayo iyo dadka la iska iyo qofka carabkiisu inuu iska siideysan yahay oo carabkiisu uu yahay badiyul lisaan iska carab dheera uu yahay faa'idada laga helayo ayuu nabiga nooga sheekay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri lama urija bi marartu bi qawmin lahum adfarun min nuhasin يخمصون وجوههم وصدورهم همين كي وحي نبي الله يدلمي او معراج كلي سميهي ايا وحان سي مراي بو يري دد ايا سي اركاي بو دد كاس ماركاس وحي ليهين بو يري عديو عديها سي مار اي كسميسن هي عديا ادو دهر دهرو مار اي سي ليهي عديوهود هداي لهان لهاين او اسكو جوغي لهاين وخباي اهان لهاين يخمصون وجوههم وصدورهم وحي كو هولهيان عدياهاس وجيغودا iy habad kooda ay ku xogahayaan ku hoolayaan markaas waxaan iribuu yiri faqultu ma haawlay war dadkaar maxay yihiin markaas waxa la iribuu yiri alladina yaakuluna luhuma an-nasi wa yaqauna fi a'radihim dadkan aad arkaysid rasuulullaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam oo noocaan ah oo dhibaatadan ay haysata wa alladina yaakuluna luhuma an-nasi wa yaqauna fi a'radihim wa dadki dadka hilibkiisa cun jiray wa yaqauna fi a'radihim dadka sharaf kooda meel uga dhici jiray maanta imisa noocaas noo joogta imisa noocaas adduunkan ku nool imisa qof walaalkeena cirdigiisa sharaftiisa meel looga dhacaya imisa qofba qofka kale uu yasahaya imisa qofba reer ahaan reerka kale wax uga sheegaya waxaas xaqeebi ka jira waxaas ayaa dambeeya walaalayaal kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu yiri nabigu kaleyhi salaatu wasalaam muslim kasta muslimka kale dhigiisa iyo cirdigiisa sharaftiisa waa ka haram waxa macquul ah in aad leedahay arigu qof ma dilino dadka ma dilo waxba ma sameeynino laakiin ay ku sahlan tahay in aad dadka wax ka sheegtido markay qabaailku is dagaalahayaan isku isbalaayeen hayaan
إن أدعى مارك تعود وفرتيد وتراهيد ويا هي سيدا سمايا وسيدا سكودا هادي مارك ولا ليال لعل أديك وحلقاش يابا وأديك مارك وحلقو دولميو أديك أي كوفي عنتاي وحلقاش يابا معايا لو حالي يقفك ضدك وحكاش يابا وهل ميديا هالي من جريك بالك من جريك اللي يواجه ركل من جريك ويو تشري تشري وما ذا في إذا حتى الاستعماله أو كلا يو هان تشري مارك نجح بالوحير هيا مارك سامش عدو بتشري لو تور هيا بيش أسا نجح حسد دتك أشو كوه بسنة هيا مارك سيد مدفع هذا تشري وكلا وها مارك قف كدتك وحكش شيء هيا وهل ميديا هالي من جريك قف أعماش يسوي كتور هيا هيا أو كلا عمل كيسي وهذا ما له تور هيا من معنا مثلاً واحد هذا إن كوجو بتلك كرا وأنا قرأ هايستا أو رصاص ما أنتوا نكرر ديا وعمل كيسي حبض بمر حاجة وطوراي مر حاجة وطوراي مر حاجة وطوراي مر حاجة وطوراي حبض ما أسوه هايستا عمل لار وهذا تصابح هاي إلا ما أنتوا نعمل كأجل هذا ليس هذي قف وحكاش يقو هذا أيدا تكون دلميان وكعيان زين العابدين سيدو وياي وكليان زين العابدين أي واحد اللي أسوه مساجد ككسوه بحاي لقيه الرجل فصبه نبا معركة لك المي مركز آد عيالي هذا مركز سيد كان واحد للسعودة لي لا أضام بضن إيو ضد بضن وارديين هيا للسعودية مركز سيد واحد دمعين لينك عاي هنا اللي باتوا جيستان هيا دمعين ورئي داي أبوي فرس بصارنا أنتو كده جي أي وحير ولا الله وحير واحد قرصي عيوب تاني جي جوس كان أنت شيكت أنت أي قرصي أيام بضنه واحد كل من هذا مشرم بوي ويجي شيء لهيدا ضم mana wax dambe oo ku haray oo iga sheegay ma jirto maxay yeelay waxa aad ii asturtay oo aadan iga sheegin oo ceebaha isku ogahay ayaa waxa ka badan tahay inta iga sheegtay marka waxa la rabaa hadii hadda qofkaag wax ka sheego waxbaha isxumeyn walaalka cafi sidaas oo kale waxa sameysa adigana waxaad ogaataa midan ceebta laga sheegay mid ka daran inay ku qarsoonto ilaahay kaliya kula ogyahay rabbul izaha kaliya mid ku ogyahay ayaa ku qarsoon markaas wuxuu yiri waxa sameeyneysii ninkan halo amrabu yiri ma arataa in wax la siiyo oo lacag halo amrabu sidaas ayuu ku kala bixay marka dadkii wanaagsanaa oo saalixiinta saas ay hayeen xasan al-basrina waxa laga sheegay nin baa inta uu yimid wuxuu yiri hebel ayaa wax ka sheegay ayaa leeyahay lacag buu inta uu dhiibay wuxuu yiri ninka hebel la yiraahdo waxa la ii sheegay bii inuu xasanaadkiisa qayb isoo hadiyay amalkii uu sameystay inuu qayb xaggayga u soo diraan maqlay xogagan lacagta halo geeyay buu si uu haystay ila ninkii wax ka sheega عمل كيسي وي واحد وكسين هيا، هذا مرك وحبر دي بعو قادن، وكيد هذا كوس صعدة، مرك وحل الدور هيا ولا ليال، إن عن إسك إلى لنو وحيابها عن مكود حشر نو هالستها، صحابي اللي هون شرع عقبة ابن عامر، أي النبي جوحي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من نجا، رسولك إلهي ومحبة كبت بعد كلامي، بل إيش يك وحن كبت بعد كلام، واحد في رسالة مرك النبي جوحي عقبلا عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ساس في النبي عليه الصلاة والسلام كو أمسك عليك لسانك عربك هذا هيسو أو حربي شوتي عربك وليسعك بيتك كرجع جونا حق قاضو كرجع إسكندحتو وابك على خطيئتك جفك هذا يدم بيجا كدعة أسجد درادي سلوي ما ساد قفك له أو ولالك يا عبتي ساكو مشغول لهيد مدة هذا أيات ترادي كبلطين أيضا الربا مركا إنا كو مشغولنا ولا ليال ولا ليال أن نكدد دال مع ربك يجا إنا حفظنا هدي عربك يجا أن نحفظن مهالكت إيا هلاك يلي باتدا أن نصور شيغني وكد لان كرته أيا قورت النوغليس هدو تنا وحال صلى الله يدونا يوم لا ينفع مال ولا بنون وحال الربا ولا ليال قلبك يجا مؤمنين تعيبه ذا إندهن إنا إن نكو أركن قلبي إننا حقدي يحسد إننا نقوقبن يحسد الأول الأخير وما زال كذا المحدثون والقدماء كوة خراء كوة ضمب كوة خراء كوة ضمب يحسد هيا معنى يحسد الأول الأخير وما زال كذا المحدثون والقدماء كوة ضمب كوة خراء دت كوة خراء دت كذا مسياس ميزك زوين من ذكر هذا هذا قف وحكش يكتب وآد حسدين وح معقولة إن أسرع قف كدرجة دي سيف فانيس أذو حرتين وحبيت لكن وحلي وإذا أراد الله نشر فضيلة ضويت أطاح لها لسان حسود إلى هاي هدور ربه وناج يشرف قرصونيد أنو فافيو حاسد بدنا عرب كيسو كفافيا ما أنت روح معقولة إن هذا هبلساسوها هبلساسوية لكن إنك مرعبة هو أبو ريسا أسقي بأبو حكر دينيسا وإذا أراد الله نشر فضيلة ضويت أطاح لها لسان حسود
حسد بدنا عرب كيسبو با إلهي كفا فين هيا مركب ولا ليال عرب كيغا إلال سنو نبينا عليه الصلاة والسلام انتاس او دقنين ايو نسيي او كل قوت كوضا هدل هيا خطرت ايا نباتة دا أولي هاي عرب كيغا إنا نسي دينو إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أنا وبغنو ومدى مسلمين تعرضوا قوضا اسكدينو شرفتوا دا انكو حد قد بينا اسكدينو أنك شرفت ايا دا إلال سنو واحد كلو أغانيسا أو كو بشاري ستا هداتا هاي قف مغتابة أو دادك وحكشيغا أو دادك دعنية أو مركز دادك دعنية قدو فدودي هاي أدقنا إلهي وحو كو صليد هاي بألسنة حداد كو عربضو دو بر أو كلايهين أو أدقنا وحكشيغا انت أسوغاني سوا انتاس دادك وحكشيغتا الجزاء من جنس العمل أدنا وحا سوغان كرتا كو عربضو دو بريهين أو شرفتا دو كو حد قدبة و حاسكا كو حد قدبة و علمها كو حد قدبة و هويدا كو حد قدبة و قبيلك كو حد قدبة و سوال بكو واحد قدبة كو أسعدنا سوغيسا إن شاء الله تعالى. هذا هو الكفاية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.